يعني معنا بضع استفسارات. الاستفسار الأول الذي نبدأ فيه يعني على بعض الإخوان يستفسروا عن موضوع أو عن حديث الصوف. كنا تكلمنا عن حديث الصوف اللي ذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لجماعة من المسلمين اللي جاءوا من قبل المغرب ووقفوا أمام الرسول، كانوا وقوف وهو جالس، وسألوه أسئلة وعرف منها الراوي أن الرسول تكلم بأربع كلمات. سمع أنه يقول عليه الصلاة والسلام: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، وسمع: تغزون فارس فيفتحها الله، وسمع: تغزون الروم فيفتحها الله، وسمع: تغزون الدجال فيفتحها الله. هذه الكلمات اللي سمعها، يعني السائلين اللي بيسألوا هل هؤلاء هم أصحاب الرايات الصفر اللي ذكر في أحاديث أخرى؟ يعني ما العلاقة بين جماعة الصوف أو أهل الصوف أو هاي الجماعات اللي كانت في حديث الصوف مع جماعات الرايات أو الرايات الصفر؟ أول شيء إخواني نقول إنه أحاديث الرايات الصفر ضعيفة، ليست بصحيحة، ضعيفة. فنروي بعض من هذه الروايات حتى أنه نقف على أهل أو على جماعة الصوف أو مجموعة أو الرايات الصفر. أول شيء في كتاب نعيم بن حماد جاء أخرج أبو عبد الله أنه قال: إذا أقبلت الرايات السود من المشرق والرايات الصفر من المغرب حتى يلتقوا في صرة الشام، يعني دمشق، فهنالك البلاء، هنالك البلاء. هذا الحديث أخرجه نعيم أو نعيم بن حماد في كتابه الفتن. وهنا يتكلم عن نوعين من الرايات، رايات السود، وتكلمنا عن رايات السود في دروسنا السابقة وقلنا فيها أحاديث صحيحة. رايات السود وهي تأتي من قبل المشرق، وتكلمنا أن هي ميقات زماني، لأنه جاء الحديث أول شيء عن اقتتال ثلاثة على كنز الكعبة، وبعدها خروج، ثم تخرج الرايات السود من المشرق. يعني هذه الرايات السود نعلم متى تخرج، بعد اقتتال ثلاثة على كنز الكعبة. هلا في هذا الحديث يعني هناك ربط زماني ما بين ظهور الرايات السود مع مين؟ الرايات الصفر. أما الرايات السود فتأتي من قبل المشرق، والرايات الصفر تأتي من فين؟ من قبل المغرب، وتلتقي الاثنتين فين؟ في صرة الشام. السرة يعني الوسط، يعني أهم شيء نقول صرة البني آدم اللي هي وسطه، وهي أهم عضو لأنه كان يتغذى منه من في رحم الأم، فهي مكان الرحمة أو مكان سبب الحياة في ذلك أو من ذلك المكان. فهنا شبهت الشام بإيش؟ بالصرة للعالم الإسلامي، لأنه هي مصدر رحمة العالم الإسلامي أو الدول العربية أو الإسلامية كلها. وهنا هناك تحديد للشام في إيش؟ في دمشق. ونعلم إخوان أن بلاد الشام على الإطلاق هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هذه الأربع مناطق. ولكن هناك تحديد في هذا الحديث أنه تلتقي الرايات السود مع رايات صفين في صرة الشام ألا وهي دمشق. فهنالك البلاء، هنالك البلاء، يعني هنا يبدأ البلاء. لاحظوا يعني إذا إحنا أخذنا الحديث اللي رويناه عن اقتتال ثلاثة عند كنز الكعبة ثم ظهور الرايات السود، طلعوا فينا اقتتال ثلاثة وتظهر الرايات السود وتظهر الرايات الصفر ويلتقوا في صرة الشام، وأيضا تكلمنا عن حديث هلكة العرب، وقلنا على الغالب أنه هلكة العرب تأتي من اقتتال ما بين الرايات السود أو تقتيل من أهل الرايات السود لمين؟ لهؤلاء الثلاثة ومن يناصرهم فين؟ في اقتتالهم على كنز الكعبة، فتحدث مقتلة العرب. عشان هيك يعني هذا حديث أول شيء نتكلم عنه، ثم يعني نكمل إخواني. تكلمنا أول شيء، أنا بديت أنه أحاديث الرايات الصفر مالها ضعيفة. حديث آخر أو رواية أخرى جاءت أيضا في كتاب الفتن لابن حماد، يقول: إذا التقت الرايات السود والرايات الصفر في صرة الشام ف
فبطن الأرض خير من ظاهرها. يعني شفنا الرواية الأولانية شو كان فيها، فهنالك البلاء، هنالك البلاء، هون شو فيه؟ فبطن الأرض خير من ظاهرها. شو معناه؟ معناه البلاء اللي احنا بنحكي عنه ماله؟ عظيم جدا جدا جدا. يعني يكون هناك أيضا عملية تقتيل من أعداء الإسلام على مين؟ على المسلمين أنفسهم. لأنه ليش بده يقول فبطن الأرض خير من ظاهرها؟ لأنه المسلمين راح يشهدوا إيش؟ عمليات تقتيل وتذبيح، لربما كانت تقتيل جماعي، ولربما كانت يعني أكثر من التقتيل. نشهد إخواني اليوم هناك عمليات اغتصاب جماعية يقوم فيها أعداء المسلمين على مين؟ على أحرارنا ومسلماتنا في ديار الإسلام. لما يجتاحوا منطقة معينة يقوموا بقتل الرجال واغتصاب النساء بشكل جماعي. في هذا الوقت إخواني، يعني أهل هؤلاء بالنسبة لهم شو بتمنوا؟ بتمنوا لو أنهم كانوا ليسوا بأحياء، بتمنوا لو كانوا في باطن الأرض خير لهم من إيش؟ من ظاهرها. وهذا إخواني إحنا بنشهده حاليا. أي نعم هناك تعتيم، وتكلمنا إخواني كثيرا وقلنا إنه ستحدث في بلاد الشام أمور رهيبة جدا جدا جدا، ولكن سيتم تعتيم عليها بشكل رهيب حتى ما تظهر للخارج، إنما الحواليها اللي موجودين في تلك المنطقة راح يشهدوها. ليش؟ لإحداث رعب. بدهم هؤلاء شم إما ينتقلوا إلى جهة الشيطان، أو إنهم يفروا من المناطق ويتركوها. ونذكر إنه أحاديث الغوطة شو بتربط لنا؟ بتربط لنا رجال الشام، رجال الغوطة بإيش؟ بالملحمة الكبرى. فعند الشيطان، يعلم الشيطان إنه من بلاد الشام شو راح يتصدر؟ راح يتصدر رجال صناديد لمين؟ لملحمة آخر الزمان. وملحمة آخر الزمان بالنسبة لهم أن تكون أو لا تكون، يعني إما أن تنتصر أو تفنى، واحد من هدول التنتين. عشان هيك هم بشكل استباقي شو بدهم؟ بدهم يمنعوا إنه رجال الغوطة أو رجال الشام يوصل للملحمة الكبرى. فشو راح يكون؟ راح يكون هذا الأمر الرهيب عليه. وهي الأحاديث لغاية الآن تؤكد هذا الأمر. فمن ناحية معاني، ترابط معاني، مع إنه الأحاديث كما تكلمنا يعني أسنادها ليست بصحيحة 100%، وإلا إنه المتن معناه لغاية الآن يتماشى مع ما نراه ومع ما يحدث على الواقع. نأتي لصيغة أخرى أيضا جاءت عن كعب، قال أيضا في كتاب الفتن لابن حماد، يقول: إذا التقت الرايات السود والرايات الصفر في سرة الشام فبطن الأرض خير من ظاهرها. قال صفوان: لينزعن البربر أبواب حمص عما سواها. يعني هنا يعني هذا الحديث في إيش؟ كلمة جديدة نستفيد منها، ألا وهي كلمة البربر. والبربر كما نعلم هم قبائل موجودة فين؟ في بلاد المغرب، سواء في مراقش، في الجزائر، في تونس. هناك قبائل في البادية يعرفوا بالبربر، ولربما كانوا هم جزء من مين؟ من هذه الجماعات التي ستحمل هذه الرايات الصفر وستكون وتلتقي في سرة الشام. رواية أخرى إخواني أيضا جاءت في كتاب الفتن لابن حماد، يقول: إذا التقت الرايات السود والصفر في سرة الشام فبطن الأرض خير من ظاهرها. هي نفس الرواية اللي قرأناها، يعني ما في داعي نكررها، نفس الرواية ولكن بسند آخر. طيب رواية أخرى أيضا في كتاب الفتن، يقول ابن حماد: إذا استقت الرايات الصفر والسود في سرة الشام فالويل لساكنها من الجيش المهزوم، ثم الويل لها من الجيش الهازم، ويل لهم من المشوه الملعون. يعني هذه إخواني أيضا رواية جاءت في كتاب ابن حماد. وكما تكلمنا وقلنا كل هذه الحديث اللي احنا رويناها
هي ضعيفة السند، إلا أنه معناها يستقيم في جزء كبير من أحاديث أخرى جاءت. هلأ نقرأ إخواني من صحيح مسلم حديث يتكلم عن العراق، يقول في أبو هريرة: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، شهد على ذلك لحم أبو هريرة ودمه. هنا إخواني يعني هذا الحديث يتكلم عن حالة يشرح فيها أوضاع آخر الزمان. في آخر الزمان نرى هنا في عنا يعني العراق والشام ومصر، هذه المناطق الثلاثة شو راح يكون فيها؟ راح يكون فيها سيطرة على الأموال، طبعا سيكون المسيطر عليها مين؟ أعداء الإسلام بطريقة ما أو أخرى. ولو هلأ نظرنا إخواني على العراق ونقول العراق بإيد مين؟ يعني واضح إنه العراق لا في إلى سيطرة لا على البترول ولا على الدينار العراقي ولا على مالها ولا على حالها. هناك من يسوقها ويسوق أمورها رغما عنها وبوضع لها خططها، حتى إنه أنا سمعت إنه يعني حتى الحكام والأمراء والوزراء راتبهم بياخدوه من مين؟ من دول أخرى، بياخدوا رواتب من دول أخرى مش من مقدرات الدولة. يعني الأصل إنهم مش يكون في عندهم خزينة كما نقول بيت المال، وهذه الرواتب يأخذوها من فين؟ من نفس خزينة الدولة. ولكن على ما يبدو إنه ما في خزينة للدولة، كل مقدرات البلد تخرج إلى جهة أخرى، وهي الجهة الأخرى شو عمالها؟ بتصرف رواتب على الوزراء والحكام في تلك المنطقة. ولو سألنا إخواني الحال في مصر، هل يختلف الحال في مصر؟ يعني ننظر للمديونية الخارجية اللي موجودة على مصر، كم مصر مديونة في ميزانها للخارج؟ طبعا علماء الاقتصاد بيعرفوا الأجوبة على هذا، وبنعرف إخواني إنه تقريبا مقدرات البلد كلها يعني ما عادت بإيد مصر. لو نظرنا لبلاد الشام لن يكون حالها بأفضل، يعني كأنه بلاد الشام يحكمها غير النظام الحاكم، والنظام الحاكم شو ماله؟ عماله بمشي تحت ظل من يقوم في الحرب هناك. وشهدت أنا في قبل فترة يعني مقطع من الفيديو لبشار الأسد مع بوتين، يعني بوتين ماشيين مع بعضيهم، بشار الأسد ماله ماشي بعد بوتين، وكأنه يعني بشار صبي لمين؟ لبوتين. وطريقة الازدراء اللي موجودة يعني غريبة وعجيبة، لا تتوافق انهم في تنين ماشيين زعماء او رؤساء لدول، ولكن كما يبدو ان هناك زعيم لدولة والتاني شماله تابع لإله وبيمشي تحت ظله. فنقول يعني هذا الحديث انما يدل على حالة في اخر الزمان، وهذه الحالة على ما يبدو انه احنا عايشين فيها حاليا. ايضا اخواني لو قرأنا يعني نفس الرواية موجودة في اكثر يعني موجودة في سنن ابي داود، وموجودة في صحيح ابي في الكامل في الضعفاء وفي المحلي، نفس الرواية موجودة في الاستذكار، موجودة نفس الرواية وفي نخب الافكار نفس الرواية، يعني الحديث موجود في أكثر أو من أكثر من كتاب. فهذا الحديث يعني لو إحنا ربطناه مع حديث الرايات الصفر إنه ستلتقي الرايات السود والرايات الصفر في سرة الشام في دمشق، وإحنا حاليا عمالنا شو مالها بنشوف دمشق وسوريا في وضع غريب وعجيب ويتوافق مع أحاديث آخر الزمان، ولعلنا في آخر الزمان.